اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. حلقه النهارده ان شاء الله هنعمل فيها حاجات طلبت مننا قبل كده كذا مره، وهنعمل فيها في اول وصفه بسكوت ينسون صيامي. بسكوت صيامي بنعمله الاخوه المسيحيين عشان صيامهم الايام دي، سهل وبسيط ومقاديره بسيطه وان شاء الله يكون حلو ويعجبكم. هبتدي باول حاجه بيه، هقول المقادير بتاعته. هستعمل 200 ملي عصير تفاح، عصير تفاح او اي عصير ما يبقاش طعمه واضح، يعني ما استعملش برتقال مثلا، البرتقال هيبقى طعمه واضح قوي في البسكوت. 200 ملي عصير تفاح و200 ملي ميه. هستعمل 350 جرام دقيق، 125 جرام زيت، 240 جرام سكر، حوالي كوبايه كبيره يعني 10 جرام او معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقتين كبار ينسون متحمص. هقول من تاني، 200 ملي عصير تفاح، 200 ملي ميه، مش 20 ملي دي غلط، 200 ملي ميه، 350 جرام دقيق، 125 جرام زيت، 240 جرام سكر، معلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقتين كبار ينسون متحمص. هنعمل ايه؟ اول حاجه هاجي هحط الميه. احمد لو سمحت احنا عايزين المضرب البيض، احنا قلنا قبل كده ان دي بنستعملها في العجن، انا مش هعمل عجن دلوقتي، مش هعجن، مش عجينه دي، فيا اما مضرب البيض يا اما الكف هستعمله، والكف يبقى احسن لو هنلاقيه، الكف اللي هو المبطل لان دي عجانه في المعجنات. ميرسي. الكف ده هو اللي يستعمل في البسكوت والكوكيز وهيبقى افضل معاكي في الشغل. هحط ايه؟ هحط الميه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهحط عصير التفاح، وهحط الزيت، وهحط السكر، ممكن تحطي فانيليا لو تحبي كده اهو، وهبتدي اخلطهم بالراحه طبعا عشان ايه ادوب السكر كويس واخلط المقادير مع بعض كويس. في الوقت ده هحط البيكنج باودر على الدقيق على اليانسون. اليانسون يا ريت تديله تحميصه كده في طاسه على النار او في الفرن، بس هي في الطاسه اسهل، قلبيه في الطاسه بسرعه علشان يتحمص معاكي وفريحته هتبقى احلى، هتطلعي الزيوت اللي فيه فريحه البسكوت هتبقى احلى معاكي. انا هستعمل صينيه هبطنها بورق زبده او ورق شمع، اي نوع من انواع الكوكيز والبسكوت الافضل طبعا بكتير بكتير ان انا استعمل له ورق شمع او ورق زبده، لان هو بيبقى هش ودايما البسكوت بيلزق بسهوله، فورق الزبده ده بيساعدني ان انا اطلعه، مع ان الصينيه ما بتلزقش غير قبل الالتصاق يعني، بس برضو لازم استعمل الورق ده سواء شمع او زبده. ورق الشمع طبعا افضل لان هو بيبقى كانه مدهون، بس ما فيش، ممكن تستعملي ورق الزبده ما فيش اي مشكله. هبتدي احط الدقيق شويه شويه، البسكوت ده لازم اخد بالي من حاجه بعد ما اخبزه، هتلاقيه طري كانه هو يعني شبه شويه الكيك، فاعمل ايه علشان اخليه ينشف زي بسكوت اليانسون العادي؟ بعد ما اقطعه وارجعه الفرن تاني واخليه يتلون، هطفي الفرن واسيب الصينيه جوه الفرن، يعني هو خلاص استوى، هطفي الفرن وهسيب البسكوت بعد ما قطعته واستوى هسيبه شويه في الفرن، ههوي الفرن مثلا 2 سنتي بحيث البسكوت ينشف معايا ويبقى زي البسكوت اليانسون العادي اللي احنا متعودين عليه. اتخلط عندي بس شايفين الجوانب بتاعت ال طبعا لازم اقلب كويس علشان الدقيق ده لو ما اتخلطش كويس هلاقيه عباره عن نقط بيضه في البسكوت بعد كده، زي ما في الكيك ساعات بيطلع لك نقط بيضه، دي بتبقى دقيق ما اتخلطش كويس. يا ام عصام الو، يا ريت تكلمينا تاني، معلش التليفون شكله واقع، تكلمينا تاني يا ريت كده اهو مرة أخيرة. العجينة لازم تبقى شبه عجينة الكيك كده شوية.
ميرسي. وبعدين هحطه في الصينيه. الصينيه الافضل انها تكون مربعه او مستطيله عشان يطلع لي شكل في الاخر البسكوت مستطيلات. ما عندكيش مش مشكله استعملي المدوره، يعني لو طلع شويه بسكوتات منحنيه في الجوانب مش مشكله، يعني مش هتعمل حاجه. بسم الله. زي ما قلت لك هدخلها الفرن 180، يكون الفرن متحمي من الاول بالراحه طبعا كده اهو. هفردها بالراحه، يكون على 180 محميه من الاول لمده ربع ساعه، بعدين لغايه لما الاقي الوش خلاص كده ابتدى يحمر هطلع الصينيه واطلع البسكوت واقطعه واقلبه وارجعه تاني الفرن لغايه لما ياخد لون من الناحيه التانيه. ان شاء الله نوريها لكم واحنا شغالين. هندخله على 180. عماد اطلع لفاصل ولا ناخد الوصفه اللي بعدها؟ ماشي هطلع لفاصل، انا حطيته في الفرن قلنا 180، هطلع لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا لكم من جديد. ده شكل بسكوت اليانسون، ده طبعا احنا عاملينه من الاول، اللي هيطلع ان شاء الله هنوريكم احنا هنقطعه ازاي. ده بسكوت اليانسون الصيامي، زي ما قلنا لازم نسيبه في الفرن شويه بعد ما نخلص، يعني بعد ما يستوي نطفي الفرن ونسيبه علشان يبقى مقرمش معانا ويبقى بسكوت، ما يبقاش عامل زي الكيك كانه كيك انا عاملاه. خلاص دلوقتي هنعمل شايفين اهو طعمه وريحته حلوه. اي عصير ممكن تستعمليه فيه، بس علشان نقسم السمنه والزيت كتير قوي على اللحمه كتير، فانا مش عايزه يبقى كتير، فبقسمه بين البهارات. اللي هنعمل دلوقتي الرز الكابلي. ايه الرز الكابلي ده؟ الرز الكابلي ده رز سعودي مشهورين بيه اهل المدينه المنوره، رز اهل المدينه يعني. الرز الكابلي ده يقال ان اصله من كابول في افغانستان، يعني انت عارفين طبعا في السعوديه بقى الحجاج كتير بيفضلوا، فكل كل واحد من الحجاج بيبقى انواع الاكل بتاعته معاه، فبتختلط النكهات بقى والثقافات. فالسعوديين بيحبوا الرز وانواع الرز عندهم مشهورين بيها، البسوال البخاري الكبسه، فالرز الكابلي برضو من انواع الرز المشهوره هناك. هنقول المقادير بتاعته ونبتدي نشتغله مع بعض. هستعمل كوبايتين رز بسمتي مسلوقين. هسلقهم في ايه؟ زي ما قلنا بنسلقه زي المكرونه، هسلقه مع معلقه بهارات، عود قرفه، ورقتين لورا، ثلاث حبات قرنفل، اربع فصوص حبهان. ده رز بسمتي اهو مسلوق ومتصفي، متصفي زي المكرونه، بس ما بسلقوش يستوي تماما، بخليه يعني ثلاث ارباع سوا علشان عايز ارجعه بعد كده في الحله مع اللحمه اللي هستعملها. يبقى كوبايتين رز بسمتي مسلوقين مع معلقه بهارات، عود قرفه، ورقتين لورا، ثلاث حبات قرنفل، اربع فصوص حبهان. هستعمل كيلو او كيلو ونص زي ما انت عايزه لحمه مكعبات او شرايح عريضه. هستعمل انا بصوا بس عشان اللون، هحط وانا بتكلم هحط اللحمه على النار في شويه زبده وزيت. هستعمل بصلتين كبار متقطعين شرايح، هستعمل ست فصوص ثوم مفرومين ناعم، هستعمل ربع كوبايه من الميه السخنه، دي هدوب فيها اللون سواء الكركم او الزعفران اللي انا هستعمله، يعني لو انا عندي زعفران هستعمله، ما عنديش هستعمل كركم. هستعمل حبتين طماطم مفرومين ناعم، اربع اوراق غار، عودين قرفه، معلقه صغيره قرفه مطحونه ناعم، معلقتين كبار بشر برتقال. انا عارفه ان مقاديره كتيره بس البهارات كتيره، يعني وزي الكبسه والبرياني الحاجات دي كلها بتعتمد على البهارات، فالبهارات بتبقى كتير. هستعمل كوبايه عصير برتقال، ودي اختياري لان الرز الكابلي اللي بيميزه طعم وريحه بشر البرتقال وعصير البرتقال اللي فيه. خلاص هستعمل خمس حبات كبش قرنفل، معلقه صغيره من الهيل اللي هو الحبهان المطحون، معلقتين كبار صلصه طماطم، معلقه صغيره زعفران، نص معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقتين صغيرين ملح، ربع كوبايه بقدونس مفروم ناعم، وهستعمل حبتين بطاطس مكعبات كبار، قرنين فلفل حراق، وهستعمل ربع كوبايه ماء كادي. ايه ماء الكادي ده؟ ممكن استعيد عنه بميه الورد. خلاص الفلفل الحراق هخليه زي ما هو. بصوا اهم حاجه في الرز لونه ان لازم اللحمه تبقى لونها بني غامق تتحمر معاه. هستعمل الفلفل الحراق قرنين زي ما هما، مش هقطعهم،
يعني بصوا دي لسه ما خدتش لون، هرجعها. لازم يبقى فيه لون كويس في اللحمة علشان ادي الرز اللون والطعم بتاعه. خلاص هقول البهارات والمقادير من تاني، انا عارفة ان هي كتيرة شوية بس هي طريقة الرز كده. هنقول من الاول الرز الكابلي، كوبايتين رز بسمتي هسلقهم زي المكرونة في مية كتيرة وزيت وملح، هسلقهم مع معلقة بهارات مشكلة، عود قرفة، ورقتين لورا، ثلاث حبات قرنفل، واربع فصوص حبهان. وهستعمل كيلو لحمه مكعبات مسلوقه، اي نوع انت بتحبي، الضاني، كندوز، اللحمه اللي انت عايزاها هنستعملها، مش شرط. هما طبعا بيستعملوا الضاني اكتر حاجه، بس مش كل الناس هنا بتحب الضاني، فانا عشان كده حتى مش مستعمله ضاني، مستعمله كندوز. بنحمر اللحمه كويس قوي، وانا هجيب هنا الحاله الثانيه اللي هشتغل فيها برضه. هستعمل بصلتين شرايح، وهستعمل ست فصوص ثوم مفرومين ناعم، ربع كوبايه ميه سخنه، طماطميتين متوسطين مفرومين ناعم، اربع ورقات غار اللي هي الورق اللورا، ورق الغار هو ورق اللورا، عودين قرفه، معلقه صغيره قرفه مطحونه، معلقتين كبار بش برتقان، وشرايح قشره برتقانه بقطعها ترانشات رفيعه كده اهو اهي. وهستعمل معلقه صغيره من الهيل اللي هو الحبهان المطحون، وهستعمل معلقتين كبار صلصه طماطم، معلقه صغيره زعفران او كركم، ما نص معلقه صغيره من الكركم، يعني ما عندكيش زعفران خلاص ممكن نحط نزود الكركم علشان ما تقليش على نفسك، يعني مش كل الناس عندها زعفران. معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقتين ملح، ربع كوبايه بقدونس مفروم، وحبتين بطاطس مكعبات كبيره، قرنين فلفل حراق، ربع كوبايه ماء كادي. الماء الكادي ده انا عارفه ان هو في مصر قليل جدا، فهنستعمل ميه ورد. ميه ورد بس ما ينفعش استعمل مكانها ميه زهر، ماء الورد ممكن ما زهر لا. هحط هنا اهو القرنفل والقرفه، ورق اللورا، وهحط بشر برتقال، ايه سوري، قشر البرتقال مش بشر البرتقال، وهحط هقلبهم الاول. دي البهارات الصحيحه. وهنا بصوا اللحمه ابتدت تاخد اللون الغامق من كل ناحيه، وده اللي انا عايزاه. بشوح البهارات شويه زيت وزبده لغايه لما ريحتها تبقى واضحه قوي، ريحه البرتقال مع ريحه البهارات. زي ما قلنا الرز الكابلي ده اللي بيميزه ريحه البرتقال شويه فيه. طبعا هو مش ريحه برتقال كاني باكل كيكه برتقال، لا طبعا، بس بيدي كده فليفر او طعم حلو قوي اهي. كده اللحمه بالنسبه لي كفايه، هشيلها على جنب لغايه لما اخلص. هجيب لك بقى البهارات هنا، ادي البهارات. بعد كده اهو هحط قرن فلفل حراق، هحط البصله، البصلتين بتوعي الشرايح، يتقلبوا مع التوابل. عايزه البصله تطرى كويس قوي، بس مش لازم يعني تستوي، بس هتاخد لون علشان هي كده كده لسه هتتحط مع اللحمه في سلق اللحمه فهتدوب، فمش مشكله يعني ان انا اسويها، هي مجرد تاخد معايا لون. بعد كده ادينا هحط توم، قلنا ست فصوص ثوم، ادي الثوم. الثوم ما بسيبوش كتير على النار، هي دقيقه يتقلب ريحته تطلع، واروح حاطه بقيه البهارات والكركم، هحطهم كلهم. هبعد بس الحله شويه عن النار عشان ايه ما يتحرقوش معايا. ويجي الحبهان، وهاجي اللون الزعفران، انا مستعمله لون الزعفران، هدوبه في الميه سخنه واخليه على جنب، هخليه ده هستعمله في الاخر. بس يا احمد اهو
هدوبه واخليه على جنب. لو انت عندك زعفران برضو حطيه في الميه الدافيه وخليه على جنب. طبعا الافضل الافضل ان الزعفران يدوب في ميه ورد، لان الزعفران الاصلي اللي على اصوله مش مغشوش بيدوب في ميه الورد. بصوا ادي التوابل ريحتها بانت قوي، لما ريحتها بتظهر قوي كده هعمل لها ايه بقى؟ هروح احط لها اللحمه اللي انا حمرتها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللحمه بالخلاصه بتاعتها ساميه؟ يا ساميه الو؟ ايوه حبيبتي. ازيك يا مدام ايه؟ ازيك يا قمر عامله ايه؟ ازاي صحتك يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي. كل وصفاتك جميله. تسلمي لي يا رب. خصوصا البسبوسه عملتها رائعه. ظبطت معاكي؟ لو سمحتي كنت عاوزه اسال على الكروكون. الكروكون بيتعمل ازاي اللي احنا عملناه امبارح في البسكوت؟ الكروكون بيتعمل ازاي؟ انا بعمل كراميل واحط اللوز وبعدين احطه. لا هيبقى طري معاكي لو عملتي كراميل. بيجمد قوي ما بعرفش اشيله. انا هقول لك بقى تعملي ايه من عينيا الاثنين. هقول لك على طريقه سهله عشان يطلع معاكي ما يجمدش. اهي ادي اللحمه. هحط لها بقى اللحمه ايه تاني؟ هحط لها فاضل صلصه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي حتى الصلصه برضو بحمرها. بصوا النقطه دي مهمه جدا، لان الرز انا سلقاه كل طعم الاكل هيجي من اللي انا بعمله مع اللحمه، فركزي معايا ان لازم الحاجات دي كلها تتشوح كويس بس ما تتحرقش، لازم تتقلب على طول علشان ما تلسعش، لان شايفين الزيت قليل السمنه قليله او الزبده اللي حاجه اللي هتستعمليها ما تكتريش برضو عشان ما يبقاش تو ماتش، ان احنا محمرين اللحمه ومحمرين الحاجات دي كلها. هروح حاطه الطماطم يا رجاء وعليها ميه سخنه يا رجاء. الو ايوه صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا قمر، ازي حضرتك؟ ميرسيك ميرسي على تعبك معانا. الله يخليكي، ربنا يخليكي يا حبيبتي. عايزه اسالك على بصل متحمر مجفف، يا ترى استعمله في ايه؟ اوكي من عينيا الاثنين. عينيا حاجه ثانيه حبيبتي. العفو حبيبتي قلبي. البصل المجفف المحمر ده بيستعملوه في الاكلات الصيني مع الرز ومع انواع الرز برضو الخليجي، يعني البرياني بيحتاج فوقيه بصل محمر اللي هو مقرمش شويه. البصل المجفف ده قدامك حالتين، انا حطيت ميه يا دوبك غطيت بيها، شايفين يا دوبك غطيت بيها اللحمه، علشان بعد كده انا مش عايزه ميه كتير، انا مش عايزه مرقه كتير تفضلي، انا عايزاه يستوي ويشرب اغلبيه المرقه بتاعته. هغطيه يستوي. طبعا انا مسويه من الاول هنا اهو، بس خدوا بالكم ان لون الحله هنا غامق فمغمق الحاجه اكتر من دي. شقه اهي كده اهو، اهي ادي اللحمه استوت عندي. لما بتقرب اللحمه تستوي بحط معاها البطاطس اللي انا مقطعها مكعبات عشان تستوي معاها. خلاص دي البطاطس انا ما حطيتهاش على اللحمه، لان ايه هتتهري لو انا حطيتها مع اللحمه بتاعتي دي. لما تقرب اللحمه تستوي هحط عليها البطاطس علشان تستوي معاها تكمل سواها معاها، وفي الاخر هيبقى كده اهو. فاحنا هنجيب بقى حله كبيره عشان نطبق الرز فيها. هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا دلوقتي خلاص اللحمه استوت، حمرنا اللحمه وحمرنا البهارات وخلصنا اللحمه بتاعتنا، هنيجي نعمل الرز. ايه احنا عندنا واحده كبيره. ايوه هاجي اعمل الرز. عندي انا هنا زبيب نعاه هصفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاجي هحط شويه زيت صغيرين. وهحط معاهم معلقه زبده. انا دلوقتي عايزه
اطبق الرز كله على بعضه. احنا زي ما قلنا نكهه الرز كلها بتيجي من اللحمه دي. انا بس عايزه يسخن، هروح حاطه اول حاجه قرنين الفلفل الحله عريضه او طاسه بيضتين زي ما انت عايزه، المهم بس ايه علشان تعرفي توزعي فيها الرز صح. وهحمر شويه زبيب معاه. طبعا بصوا كل واحده بتعمل الحاجه بطريقتها، يعني زي ما احنا عندنا الملوخيه مثلا انا بحط في الملوخيه مثلا معلقه سكر، الناس كتير ما بتحطش السكر، فكل واحده بيبقى ليها يعني نفس الطبخه بنفس البلد بيبقى ليها طرق مختلفه. يعني انا عندي اصحابي هناك ما بيحمروش الفلفل، بيحطوا الفلفل في الاخر مع البطاطس، لا انا بحب احمره بيدي طعم حلو قوي وهو متشوح. هخليه يتشوح شويه وهجيب معلقه علشان اغرف الرز في مع الزبيب والفلفل. بصوا الزبيب بقى شكله ازاي لما يتنقع ويتحمر، بيتنفخ. هروح جايبه الرز. مدام ابتسام صباح الخير. صباح النور، ازيك؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله حبيبتي، الحمد لله. ميرسي قوي على اهتمامك. الله يخليكي. اكلاتك الجميله. تسلمي يا قمر. وجرأتك. ميرسي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي. عينيا ليكي. معلش اتعب حضرتك. عينيا. تهدين لي البسكوت تاني وتقولي لي الطعميه اللي في الفرن عشان الدهون والكوليسترول. عينيا. بصي انا الطعميه اللي في الفرن بعملها بطريقتين، بعملها زي الكيكه كده وتتقطع زي البسكوت، ودي ممكن نعملها لكم ما فيهاش مشكله. وهكلمك النهارده على الكوليسترول، وانا عامله حاجه بتقلل الكوليسترول جدا واللي هو الشوفان، وهكلمك على الشوفان وفوائده للكوليسترول. عينيا الاثنين. انا بعت الحله عن النار، والرز اهو الرز بسيبه بالبهارات اللي فيه. هاخد نص كميه الرز دي، نص كميه الرز اللي انا سلقاه، واروح حطها في الحله او الطاسه اللي انا بشتغل بيها النص بس. وبعد كده اهو هاجي هحط اللحمه، بسم الله، اللحمه بالبطاطس. احنا قلنا اللحمه لازم تتحمر كويس لان هو ده بيدي الرز طعم حلو جدا، وانها عشان بعد ما تتسلق يبقى لونها كده اهو، ما يبقاش لونها يعني مكان التحمير شايفين اهو الذهبي اهو واضح. لا هو البسكوت عايز سنه كمان، عايز لون تاني كمان. بصوا كده وشه افتح من ده، انا عايزه لسه لونه لو الكاميرا تجيبه لونه يغمى عن كده شويه، يعني دقايق كمان. اديني باخد البطاطس طبعا كلها، احنا لو نجيب مقصوصه يا احمد يبقى يا ريت هيبقى اسهل لي. وبعدين علشان كده انا قلت لك ما تكتريش المرقه، ان انا مش هاخد المرقه كلها. ميرسي. هاخد افندم. البسكوت هيخش الفرن تاني، اولا لونه عايزاه يغمق سنه بسيطه، ثانيا هقطعه بقى، هقلبه واقطعه عشان اعمله من تحت عشان ياخد اللون كمان من تحت كده اهو. بعدين هاجي اخد معلقه من المرقه دي على الرز، وبعد كده اهو هحط بقيه الرز اللي فاضل، بسم الله الرحمن الرحيم، بقيه الرز اللي فاضل على اللحمه. انا ده كله بعدها على النار، خدوا بالكم انا مش حطاه على النار، بعته على النار اهي كده اهو. هاجي اعمل ايه بقى؟ اللون الاصفر او لون الزعفران او الزعفران اللي انا دوبته هجيبه
واروح حطاه اللي انا دوبته في ربع كوبايه الميه. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمله كده اهو خطوط، وملمسوش ملمسوش تماما علشان ما يبقاش الرز كله اصفر. وارجعه على النار، نار هاديه جدا. اغطيه، بسم الله الرحمن الرحيم، اغطيه واسيبه يكمل سواه. اسيبه بقى على نار هاديه خالص. احنا قلنا الرز ما بنسويهوش خالص، واحنا بنسلقه بنخليه تلات ارباع سلق. هو هيكمل سواه على البخار بتاع الصوص ده واللحمه والتوابل كلها. لو انت حاسه ان هو محتاج مرقه كمان، ممكن تزودي شويه من المرقه دي على الحرف، يعني لما اجي احط المرقه احط المرقه كده عشان ما يتخلطش الالوان مع بعض، عشان انا عايزاه في الاخر يبقى لونه حلو. هوريكي لما نقلبه وهيتقلب هتلاقي نص الرز اصفر ونص الرز لون اللي هو الابيض التاني اللي بالبهارات اللي احنا فيه. النار بوطيها على الاخر. دلوقتي هعمل الوصفه اللي بعدها، هنسيب الرز يستوي ونعمل الوصفه اللي بعدها. هنشيل بس الحاجات دي علشان هعمل دلوقتي قرنبيط محشي. يعني ايه قرنبيط محشي؟ هقول لكم، هوريها لكم طريقه حلوه، طعمها حلو وشكلها حلو وظريفه جدا، هتعجبكم ان شاء الله. ده البقدونس اللي لسه هنرشه على الرز الكابلي لما يطلع. ودي المقادير بتاعتنا بتاعت القرنبيط المحشي. ادي المقادير بتاعتي بتاعت القرنبيط عباره عن ايه. هستعمل قرنبيطه متوسطه بسلقها تلات ارباع سلة، يعني بحطها من 10 دقايق ل 15 دقيقة على النار، ما بزودش عن كده عشان ما تتقطعش معايا. خدي بالك ان ايه تبقى ماسكة نفسها علشان ما تتفتفتش وانت بتشتغلي فيها. هستعمل القرنبيطة وانا بسلقها هيحط معاها ملح وفلفل وكمون وربع كوباية لبن بودرة. ليه لبن بودرة؟ احنا قلنا قبل كده ان اللبن البودرة ما بيخليش ريحة المكان وحشة، يعني دايما لما بسلق القرنبيط بتبقى ريحة البيت مش حلوة، ريحة المطبخ مش حلوة. اللبن البودرة او اللبن العادي، ممكن تحطي نص كوباية لبن عادي او معلقتين لبن بودرة علشان تمتص الروائح. الكمون بيمتص الغازات الموجودة في القرنبيط، سواء القرنبيط او الكرنب، الاتنين نفس الحكاية، لازم احط معاهم كمون ولازم احط معاهم لبن او لبن بودره وهما بيتسلقوا، زي ما قلت واحده علشان الروائح والتانيه علشان الغازات. هستعمل 250 جرام لحمه مفرومه، بصله مفرومه، بيضايه، ثلاث فصوص ثوم، معلقه بهارات مشكله، قرن فلفل حراق، حبايه فلفل رومي كبيره مفرومه، ملح وفلفل اسود، بقدونس مفروم، معلقتين مايونيز ومعلقتين كاتشب وجبنه موتزاريلا. دول هخليهم للاخر لوحدهم، يعني انا هستعمل حاجات الكفو كلها واسيب للاخر معلقتين مايونيز والكاتشب والموتزاريلا. يبقى قرنبيطه متوسطه بسلقها في ملح وفلفل وكمون وربع كوبايه لبن بودره بتاع السلق علشان الريحه وعلشان يبقى ريحه المطبخ عندي دايما حلوه. هستعمل 250 جرام لحمه مفرومه، وهستعمل بصلايه مفرومه، هستعمل بضايه، ثلاث فصوص ثوم، معلقه بهارات مشكله، قرن فلفل حراق، ده لو انت بتحبي الفلفل الحراق، حبايه فلفل رومي كبيره مفرومه، ملح وفلفل اسود، بقدونس مفروم، ده كله مع اللحمه. هستعمل بقى معلقتين مايونيز ومعلقتين كاتشب وجبنه موتزاريلا في الاخر. هعمل ايه؟ هجيب بوله كبيره احط فيها اللحمه، وهحط فيها المكونات التانيه بتاعتي. اهو بصوا، هو البسكوت عايزه اعمله بعد كده نكمل. البسكوت طلع ادي، بصوا وشه ازاي، فانا هقلبه كده سخنه، مش مشكله اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، واروح شايله بالراحه. الورق من عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، بالراحة عشان ايه ما يتقطعش ويتفتفت معايا. دي لزقت خلاص مش مشكلة، وهرميها واجي اقطع البسكوت. بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا تحس ان هو طري،
عشان كده بقول لك بعد ما يخلص لازم تحطيه في الفرن وتطفي الفرن علشان ينشف معاكي. هقطعه ببوز السكينه مش كده، عشان كده اهو هيفتفت معايا، يتقطع ببوز السكينه علشان يبقى سليم كده اهو اهو بالراحه. وارجع ارجعه الصينيه تاني وادخله الفرن ياخد اللون، يبقى لونه كده اهو اهو، شايفين فرق اللون؟ ممكن تجيبها لنا يا عماد؟ فرق اللون بين ده وده. لا هات على ايدي. ماشي مش مشكله، هيتقطع ويرجع تاني الفرن. يعني هقطعه كده مثلا، هقطع كام واحده بس عشان ايه اشتغل في القرنبيط قبل الفاصل اهو. حاجه فايزه. ايوه ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. صوتك صغنن، انا افتكرت الحاجه فايزه. صغيره لا كبيره كمان وعيانه. ربنا يديك الصحه وطول العمر يا رب. الله يخليك. عينيا. الله يخليك. سلم ايدك وعينيك يا رب. وايديك يا حبيبه قلبي. سلم ايدك حبيبتي. عينيا. سؤال بس لحضرتك. اتفضلي. عايزه اعمل الكبيبه اللي هي بشوربه الزبادي. اه الكبه اللبنيه عملناها احنا الشهر اللي فات. ايوه بس انا ما اخدتش بالي قوي. عينيا اقولها لك. الزبادي بيفروش؟ الزبادي لما احطه على الشوربه آه. اكيد لازم يكون معاه حاجه عشان ما يقطعش. نشا نشا عشان ما يفرولش معاكي. اي زبادي بيتحط على النار في اي وصفه من غير نشا او كورن فلاور بيفرول معاكي، يفصل. يعني احط النشا؟ لازم كيلو الزبادي ليه معلقتين نشا على الزبادي نفسه؟ اه الزبادي بتخففيه بميه او بشوربه، بس بميه كفايه مش محتاج شوربه، وتحطي للكيلو معلقتين كبار نشا يتدوبوا كويس جدا قبل ما تحطيه على النار عشان ما يفرولش، يبقى مفرول ومقطع معاكي. طب الشوربه بتكون سخنه ولا بارده؟ لا كله بارد، كله بارد. على البارد وبعدين تحطيه على النار عادي؟ بعد كده تحطيه على النار، وفي الاخر وبعد ما تحطي الكوبيبه وتستوي ادعي لها توم مع كزبره خضراء وادعي لي عليها. تسلمي. الله يخليك يا حبيبتي وايديك يا حبيبه قلبي، ميرسي ليكي. خلاص اهو اجي البسكوت، هنرجعه الفرن ياخد اللون اللي احنا عايزينه، وبعد كده اهو زي ما قلنا اخد اللون اللي انا عايزاه هطفي الفرن واخلي البسكوت جوه الفرن علشان ينشف. خلاص هنرجع تاني للوصفه بتاعه القرنبيط. انا بحط اللحمه عليها الفلفل الرومي والبصل والبقدونس، بهارات والثوم، فلفل حراق لو بتحبوه، وادي البضايه هحط ملح وفلفل كمان اهو. القرنبيطه طبعا واحنا سلقنا قلنا هنحط فيها ملح وفلفل، بس انا هرش عليها برده شويه فلفل صغنانين كده اهو، وهحط هنا شويه ملح، وهاجي اخلط كل اللحمه بالمقادير دي مع بعضها. وهبتدي احشي بيها القرنبيطه ازاي هوريكم، بس انا عايزه اجيب الاول الصينيه اللي هحطها فيها. الصينيه برضو بغطيها بورق الزبده عشان القرنبيطه ما تلزقش، علشان ما بوظش شكلها لو لزقت معايا، خصوصا ان انا هحط لها جبنه في الاخر. ميرسي يا احمد. هحط على الصينيه ورق الزبده واجيب القرنبيطه وابتدي بالراحه افتح الوردات دي من غير ما اقطعها وادخل اللحمه جواها. بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدي احشيها من جوه باللحمه. خلاص اهي كل بين كل الوردات ابتدي ادخل اللحمه المفرومه اللي فيها البصل والتوابل وبقدونس، ادخلها جوه. مش عايزه اقول لكم بيبقى شكلها حلو ازاي وطعمها حلو ازاي في الاخر. بعدين اجي اللحمه
هبتدي احشي بالراحه، واللي يقع مني هاخده. اهي عشان كده قلت لك ما تسلقيهاش جامد، وفي نفس الوقت ما ينفعش تبقى نيه لانها مش هتستوي. انا صحيح هدخلها الفرن، بس برضو ادخلها الفرن تكمل سواها. ادخل كده اهو كل اللحمه بين وردات القرنبيط زي كاني بحشي محشي. بعد كده اهو هدخلها الفرن، بس انا عشان ادخلها الفرن وتستوي اللحمه هغطيها بورق زبده وورق فويل، اغطيها وادخلها تكمل سواها لغايه ما احس ان اللحمه خلاص استوت. ما بتاخدش وقت كتير اللحمه عشان تستوي. وبعد كده هعمل ايه يا حاجه ساميه؟ الو الو، ازيك يا مدام ايه؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ انا معجبه بيكي خالص. الله يخليكي، ربنا يخليكي ليا. والله معجبه بيكي خالص وعلى طول بتابعك يا حبيبتي. تسلمي لي يا رب، ربنا يخليكي. بتعملي وصفات بقى؟ طبعا. تسلم ايدك وكل ايدك حبيبه قلبي وايدك. بقول لحضرتك معلش، عايزه بس اعرف، كنت كلمتي على السيراميك والجرانيت والحاجات وقلقتيني، فعايزه اعرف ايه الحلو وايه الحاجات اللي مش صحيه. يا رب خليكي. انا كنت قلت لمدام هدى بس يوم الاربعاء ما انا متضايقه جدا، كنت قاعده منتظراكي. ماشي. لا ده عايز بقى، انا ممكن ارد، بس عشان نرد باستفاضه لازم نرجع يعني نعمل حلقه كلها، لان بياخد الكلام ده على الاقل هياخد نص ساعه. الاربع الجاي بصي هو احسنهم الجرانيت. قولي لي حاجه بس، الجرانيت احسن واحد يليق للسيراميك، لانه دول منتجين طبيعيين. يعني بصي ادي الجرانيت، ممكن نجيب حاجه سيراميك، اللي السيراميك اللي احنا عملنا فيه بسكوت اليانسون دلوقتي، دول افضل اتنين. بس الفرق بين الجرانيت والسيراميك حاجه، ان الجرانيت بيستحمل، السيراميك لازم يبقى البوتاجاز يا اما العين كهرباء يا اما النار تبقى واطيه، لانه بيطقطق لما تبقى النار عاليه. لكن يعني بصي ادي ده السيراميك، وفي منه لون رمادي جراي. لكن الجرانيت ده افضل، هو منتج طبيعي. طب ما هو التيفال كويس ما بيلزقش. انا معاكي التيفال كويس، بس التيفال ماده تفلون، ماده صناعيه بترول، فلما بيتخدش او يبتدي يطلع منه ده بيعمل مشاكل احنا في غنى عنها. عشان كده الجرانيت افضل حاجه. في كمان حلو الالومنيوم المجلفن، بس ده للاسف انا ما شفتش منه حلل. ده بيبقى قوالب كيك، بيبقى صواني. الالومنيوم المجلفن انا جبت المره اللي فاتت الحاجات دي كلها واتكلمنا فيها. معلش مش عايزه اقول بس. لا 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 لا، الالومنيوم المجلفن ما عندناش قالب من قوالب الكيك هنا. ما عندي. بصوا الالومنيوم المجلفن ده بيبقى مطلي بطبقه غير لاصقه، بتمنع ان الالومنيوم يوصل للاكل، وفي نفس الوقت بتستحمل انها تعيش فتره، ما بيلزقش، وبيبقى توصيله الحراره كويس. انت للطبيخ والاكل الستانلس برده ممتاز. الستانلس ما بيتفاعلش نهائيا. مشكله الستانلس مع الناس اللي بتطبخ جديد ان هو ممكن يلسع معاها مثلا الرز، فممكن تعملي الرز بقى في الحله اللي هي الجرانيت او السيراميك او تيفال، او انك تطفي على الرز قبل ما يستوي تماما. في الستانلس اطفي عليه قبل ما يستوي بخمس دقائق، هتلاقيه بقى زي الفل، ولا لزق ولا اي حاجه. جربي كده وهتلاقيه حلو قوي معاكي. بس هو الجرانيت افضلهم. عايزيننا نتكلم يوم تاني عن الحاجه دي، مفيش مشكله قولوا لي، وانا مستعده اعمل لكم حلقه تكون طويله، اعمل نص ساعه، اخر نص ساعه منها زي المره اللي فاتت ما عملنا، ونتكلم على كل الانواع الاواني والبايركس والفخار زي ما عملنا قبل كده. ادي كده اهو بدخل اللحمه قدر الامكان فيها، وبعدين بعمل ايه؟ بغطيها بورق الزبده ورق الفويل. ليه ورق الزبده؟ علشان نفس اللي كنت بقوله، علشان الفويل ما يوصلهاش. الالومنيوم ماده خامله في الحراره العاديه، يعني لو انا هلف الساندوتش بورق الفويل ما فيهوش مشكله. الالومنيوم ماده خامله لا تتفاعل بالحراره العاديه، بس مشكلتها لما بتتعرض لحراره زياده، او بتتعرض لاملاح واحماض بتتفاعل، فبتتفاعل بتنزل في الاكل، بتعمل لنا كانسر، بتعمل الزهايمر. ما كناش بنسمع زمان عن الالزهايمر كتير جدا، ف
ناخد بالنا، علشان كده انا ما بحبش اغطي الحاجه بالفويل على طول، بحط ورقه زبده بينها وبين الفويل الاول، وبعد كده اهو بحط الفويل عليها علشان ما يوصلش الفويل او الالومنيوم ما يوصلش. عشان كده الحيل الالومنيوم انا بقول لكم يعني اللي عنده خلاص، اللي ما عندوش يحاول يشتري جديد بقى يكون الالومنيوم مجلفن عشان يبقى متغطي بطبقه تمنع وصول الالومنيوم للاكل. انا دلوقتي هغطيها وادخلها الفرن علشان اللحمه تستوي، وبعد كده لما اطلعها هوريكم هعمل فيها ايه. هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا من جديد، احنا كنا حطينا الرز الكابلي كامل سواه، ودخلنا القرابيطة المحشية لحمة مفرومة في الفرن، وعملنا البسكوت الصيامي باليانسون. هنيجي بقى دلوقتي خلاص الرز كده استوى معايا، هغرفه. في حاجة نسيت اقولها في الجرانيت، ميزة مميزاه ان هو بستعمله معالق عادية، ما بيتخدش زي الحاجات التانية، فدي برده من ميزة. بصوا انا مش هقلبه، انا عايزه الرز لونين علشان كده اهو ابيض واصفر. يبقى بصي الرز بيبقى لونين، وبعد كده بقى انت بتوضبيه بتطلعي اللحمه فوق، وده الزبيب بنطلع اللحمة فوق اهو، الرز ابيض واصفر، بطلع اللحمة فوق والفلفل. ميرسي يا احمد. والزبيب اهو اخده في كل ناحية. عايزة تحطي عليه مكسرات اوكي، بس هو كافي كده يعني من غير مكسرات. البطاطس اهي برضو، اهي البطاطس عشان تبان ان في بطاطس. في ناس كمان بتزوقه بالبيض المسلوق اللي يحب، بس انا ما بحبش البيض المسلوق معاه، هو بيبقى احلى مع البرياني. ادي الفلفلايه الثانيه اهي، وهحط بعد كده عليه ايه، البقدونس. عايزه بس ايه عشان اللون الاصفر بيعمل لون في الطبق، فايه بسم الله الرحمن الرحيم. شويه لون اخضر، والاخضر اللي هنا كتير فهقلله اهو. ده الرز الكابلي او رز اهل المدينه، يا رب يوعدكم جميعا بزيارتها ان شاء الله. اجيب لك الدوره اهو، ده الرز الكابلي عملناه، وادي بسكوت اليانسون. احنا نطلع بقى دلوقتي قبل ما نبتدي في الوصفه الاخيره، نطلع القرنبيطه من الفرن علشان ندهنها. بصوا انا هعمل ايه، احمد هيطلعها لي وانا اوريكم هعمل ايه. هجيب الكاتشب والمايونيز. الكاميرا شايفه من البسكوت عادي. هاجي ميرسي يا احمد، وهاجي احط المايونيز والكاتشب. البرنبيطه اهو في الفرن طلعناه بعد ما اللحمه فيه تستوي، واروح دهناه بقى بالمايونيز والكاتشب. اولا طعم، ثانيا عشان لما ارش عليه الجبنه الموتزاريلا تلزق فيه، لان هي لو انا حطيتها كده مش هتلزق فيه، انا عايزه الجبنه تلزق عليه وتعمل طبقه عليه، عشان لما ادخله تاني تحت الشوايه تسيح الجبنه يبقى شكل القرنبيطه فظيع وهو بيتقدم. فانا بدهنها بالمايونيز والكاتشب، ممكن لو عندي صوص رانش اي صوص انا بحبه ادهن بيه، يعني مش شرط مايونيز وكاتشب، اي حاجه انت بتحبيها ممكن تحطيها. طعم للقرنبيط، وفي نفس الوقت قلنا علشان
الجبنه الموتزاريلا تلزق، فلما تسيح عليه يبقى شكلها وطعمها حلو. انا عايزه بس احط كله. اهو كده. وبعدين هنجيب بقى، هروح حط عليه الجبنه بالراحه. حاجه زينب منين؟ علي حاجه زينب. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي عينيا، عندي طاسه تيفال. ايوه، وقشرت من الـ من من الـ من الـ من من جوه كده. ومن الجناب لا. فانا بقلي فيها بطاطس بس وطعميه وحاجات زي كده، ما بطبخش فيها. تبقى صحيه ولا ضرر؟ قولي لي. بان طبقه الالومنيوم اللي تحت. الطبقه الالومنيوم اللي بيضه اللي تحت اللي بانت. لا هي طبعا مش صحيه للاسف. للاسف للقلي ولا حاجه؟ لا حتى للقلي، ما هو القلي برضو الزيت، الزيت بياخد منها. وبعدين اصلا خدي بالك ان الزيت احنا بنقلي فيه كتير، وده غلط. الزيت المفروض ما تقليش بيه اكتر من مرتين في البطاطس. فانت برمي مره واحده بيشرب منها. الافضل بصي، احسن حاجه للقلي الحديد الزهر. طاسات الحديد الزهر بتعيش معاكي سنين، ما بتبص وبتبقى سريعه توصيل الحراره، والقلي بيها بيبقى ممتاز. ف طاسه الحديد الزهر احسن حاجه تقلي فيها هي طاسات الحديد الزهر. لو سمحت عينيا، البرنامج ده هيعاد امتى؟ هسألك الكنترول واقول لك ميعاد الاعاده. من عينيا الاثنين. طب لو سمحت، لو اخلي اللي هو المصور بتاع المصور، سيب الكتابه على الشاشه شويه عشان احنا بنكتب على مهلنا. عينيا الاثنين. عينيا الاثنين. خلاص من عينيا الاثنين. حضرتك وانت بتحط الحاجات قولي بقى معلقتين كذا، يعني عيدي تاني المقادير. من عينيا الاثنين. يعني مش نحط كذا لما تلحقشي. اللي وهعيد لك المقادير تاني في اخر الحلقه. من عينيا الاثنين. اخر الحلقه. العفو حبيبتي. كده اهو بصوا، اهي الجبنه ازاي بتلزق على الصوص اللي احنا حطيناه ده. كده اهو، واروح مدخلاها تحت الشوايه تسيح الجبنه شويه. اهي كده اهو، ندخلها يا احمد لو سمحت. وهبتدي اعمل الوصفه الاخيره اللي هي طلبتها مننا مدام امبارح، وانا ما صدقت بصراحه انها طلبتها، ان انا كنت عايزه اعمل حاجه بالشوفان، فانا هعمل كوكيز بالشوفان. الشوفان من المصادر المهمه جدا للالياف، وهنتكلم عليه واحنا بنشتغل ان شاء الله. يبقى في وقت معانا في الحلقه. هنقول المقادير وهنخلي المقادير على الشاشه يا عماد، خليها لنا شويه علشان الناس اللي بتكتبها ورانا. بسكوت الشوفان انا هستعمل 250 جرام دقيق، 60 جرام شوفان، 120 جرام جوز هند متحمص ومطحون. هحط الطاسه اهي عشان احمص جوز الهند. مش مطحون، هو يعني مبشور، يبقى مش خشن قوي، يبقى معقول جوز الهند. 120 جرام سكر، 140 جرام زبده طريه. ليه طريه؟ عشان تتضرب معايا كويس، ما تقعدش تعملي كلاكيع. بيضتين، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره كربوناتو، ربع معلقه صغيره ملح، فانيليا، شوفان تاني عشان اغطي بيه الكوكيز. يبقى الكوكيز اللي هي البسكوت، عشان الناس اللي بتقول ما بتفهمش الكلام، الكوكيز ده عباره عن بسكوت بيبقى اتخن شويه من البسكوتات العاديه، اسم خواجاتي يعني بصراحه. المقادير بتاعتي 250 جرام دقيق، دقيق عادي، 60 جرام شوفان، 120 جرام جوز هند متحمص، و 120 جرام سكر، 140 جرام زبده طريه، بيضتين، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره بيكربونات الصودا، ربع معلقه صغيره ملح، فانيليا. وهحتاج شوفان تاني عشان اغطي بيه الكوكيز في الاخر. هجيب جوز الهند ده واروح حطاه احمصه، يعني ياخد لون غامق سنه اهو. اقلبه بس انا عايزه اجيب واحده نظيفه. بصوا هو بياخد لون بسرعه، هتلاقوه اغمق معاكم بسرعه. هو ممكن احمد، ممكن تيجي تقلبولي يا احمد عشان ما يلسعش. لازم تقلبيه عشان ما يلسعش معاكي على ما انا ابتدي اعمل في الكوكيز. احمد هيقلبولنا، قلبولنا لغايه بس ما كله يبقى نفس اللون ده. وهاجي ادي الكف انا حطاه، وهعمل الكوكيز نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط الزبده
الزبده وهحط معاها السكر وهحط معاهم البيض اجي البيضتين. بسم الله الرحمن الرحيم. اجي بيضه واجي البيضه الثانيه. طبعا مع البيض لازم على طول الفانيليا، سواء قلنا ما قلناش بس هي لازم الفانيليا على طول. واخليه ابتدي لغايه لما الزبده الاقيها امتزجت، ومكعبات الزبده دي عشان كده بقول لكم الزبده طريه وامتزج، بعليه لغايه لما الزبده احس انها ابتدت تمتزج مع السكر وابتدى الخليط يبقى كريمي. لو الزبده ساقعه مش هيديني خليط كريمي، لو الزبده سايحه سايحتها على النار. بصوا الكوكيز لازم تبقى الزبده ماسكه نفسها عشان يطلع معايا ما يبططش، والا هتلاقي البسكوتايه بطتت وفرشت قوي. انا مش عايزاها تفرش خالص، عايزاها تبقى منفوشه شويه، عشان كده لازم الزبده تبقى متماسكه ما تبقاش سايحه. زي الناس اللي بتسالني ممكن احط زيت في الكوكيز؟ اي بسكوت. ايوه ميرسي يا احمد، شايفين لونه حلو ازاي؟ تسلم ايديك. شايفين لون جوز الهند؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. خلاص ابعده بقى عشان ايه في ثواني ممكن. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي حطيت جوز الهند بيتحمر في ثواني، خدي بالك. وهحط الشوفان بالراحة بقى علشان ايه ما نستحماش. وهاجي ابتدي بسم الله الرحمن الرحيم الدقيق شوية شوية. زي ما قلنا الشوفان من الحبوب الممتازة الممتازة اللي فيها مصادر الياف. الشوفان فيه حاجتين، اولا مفيد جدا لمرضى السكر. ليه؟ لان الالياف فيه بتخلي امتصاص النشا في الدم، الكربوهيدرات والنشويات في الدم بطيء، فالسكر ما يعلاش في الدم. انا هقولها لكم بالتفصيل بس اخلص. زي ما قلنا طبعا هنستعمل صينيه، الصينيه دي هندهنها ونحط لها ورق زبده او ورق شمع، اي بسكوتات المفروض ان انا احط لها ورق زبده او ورق شمع. انا بنزل بس العجينه علشان ما تلزقش. وحاجه تانية وانا بعمل البسكوت اخد بالي منها، ان انا لازم احطهم بعاد عن بعض عشان لما ينفشوا ما يلزقوش في بعض يعني. وحاجه ثالثه الفرن لو مش سخن، يعني لو مش متسخن كويس من قبلها هلاقي البسكوته فرشت تماما. فخدي بالك من النقطه دي، لان ناس كتير ما بيطلعش معاها البسكوت مدور زي ما هو. ليه؟ لان هي ما بتبقاش مسخنه الفرن كويس. لازم الفرن يبقى سخن جدا وواصل لدرجه الحراره المطلوبه قبل ما ابتدي اشتغل. خلاص اهي هحس ان هي عجينه ناشفه، هاخد منها. بصوا اهي ملزقه سنه كده، فانا هعملها كور، والكور دي هغمسها في الشوفان. اهي واروح حاطه. مدام مين؟ مدام دينا. الو. ايوه سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. الحمد لله يا حبيبتي. شكرا على الحاجات اللي بتقدمها لنا. العفو حبيبه قلبي، عينيا ليكي. من فضلك عايزه اسال، عندي حله ستانلس اتلسعت مني واتحرقت وللاسف يعني حكيتها اتجرحت، دي ارميها ولا استعملها؟ الستانلس ما بيجرحش. ما اعرفش اسودت كده، مش عارفه. اسودت. بصي بقى انا هقول لك تجربي اللي عليها كربونات الصودا. انت اغلي ميه فيها وكربونات صودا كتير من بالليل، وخليها منقوعه فيهم لغايه الصبح، والصبحيه ادعكي الاسود ده بالسلك هيطلع معاكي ويبقى زي الفل. لكن الستانلس ما بيجرحش، من مستر الستانلس ده بيعيش سنين. انا عندي من زمان، ده من زمان قوي، ده انا يعني هي قديمه من زمان. ربنا يديك الصحه حبيبتي. الثمانينات حضرتك فعلشان كده يعني. جربي معاها البيكنج صودا اللي هي الكربونات دي، جربي اعمليها كده وان شاء الله هتنضف معاكي وتبقى زي الفل باذن الله. يعني مفيش اي مشكله؟ لا 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 ما فيهاش خالص مشكله خالص خالص. طب لسع صحه الحرقان بقى اعمل ايه؟ والاسهل حاجه ان انا ما بقول لك يعني. اغلي بالليل الميه مع، حطي معاها كمان لو عايزه شويه كلور،
والكربونات الصودا اغليهم اغليهم وسيبيهم يا منقوعه فيهم لغايه الصبح. والصبحيه اغريها تاني غلوه وبعد كده ادعكيها بالسلكه وهتبقى زي الفل ان شاء الله. ان شاء الله. الف شكر. العفو. ادي بحطهم بعاد عن بعض وبططها شويه. بصوا اهي علشان تطلع برضو مبططه لازم الفرن يبقى سخن قبل ما ادخله. انا هعمل واحده ثالثه ونطلع فاصل، بس القرنبيطه طلعت فعايزين نوريكم القرنبيطه ونرجع عليها مش مشكله. القرنبيطه طلعت اهو، احمد بيغرفها، ممكن نجيب شكلها بقى هي بتتغرف. ممكن لو انا مش عايزه اعمله بالشوفان، شايفين شكلها ازاي لما تتقطع كمان بيبقى شكلها من جوه فظيع، حلوه جدا. ممكن البسكوت ده انا اغطيه بسكر مجروش، سكر خشن او سكر ملون او جوز هند اللي انت عايزاه، بس هو بالشوفان هيبقى افيد كتير، وهو كده كده بسكوت شوفان. هدخله الفرن على 180 لغايه لما يبتدي يمسك نفسه 10 دقائق، ما زودش عن 10 دقائق لان البسكوت هينشف لو ما تطلعيه هيبقى حجر. 10 دقايق وطلعيه، حتى لو حسيتي ان هو طري مش مشكله، هو خلاص كده استوى، سيبيه هينشف معاكي وهيبقى زي الفل. هدخله 180 واروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم من جديد. دي الوصفات اللي عملناها النهارده. عملنا رز الكابلي باللحمه، رز اهل المدينه المنوره، عملنا قرنبيط محشي وهقطعها دلوقتي اوريكم من جوه شكلها ازاي، عملنا كوكيز الشوفان وعملنا بسكوت يانسون صيامي. هنعيد الوصفات بسرعه والمقادير بتاعت كل حاجه. بسكوت اليانسون الصيامي عباره عن ايه؟ 200 مللي اللي هو دوت عصير تفاح او اي عصير طعمه مش باين، يعني طعمه مش واضح، علشان انا عايزه نكهه اليانسون اللي تبقى في البسكوت مش نكهه العصير، مع 200 ملي ميه. هضربهم مع 125 جرام زيت، 240 جرام سكر، 10 جرام بيكنج باودر، وبعد كده اهو هحط لهم 350 جرام دقيق ومعلقتين كبار يانسون. لازم اكون حاطه في الصينيه ورق زبده او ورق شمع علشان يطلع معايا بسهوله وعشان يطلع شكله منتظم. بعد ما بحطه في الفرن 10 دقايق ربع ساعه يتحمر من فوق، بروح قلباه ومقطعاه ومرجعاه الفرن تاني ياخد من الناحيه التانيه اللون الذهبي. بعد كده زي ما اتفقنا هطفي الفرن، هخلي البسكوت جوه الفرن لان البسكوت ده فوش بيض، انا عايزاه ينشف ويبقى مقرمش ما يبقاش كانه كيكه اسفنجيه. هسيبه الفرن مطفي وسخن، هسيبه جوه الفرن لغايه لما ينشف معايا ويبقى مقرمش زي كده اهو. شايفين البسكوت مقرمش زي بسكوت اليانسون اللي احنا متعودين عليه. يبقى ده بسكوت اليانسون الصيامي. عملنا القرنبيط المحشي. القرنبيط المحشي القرنبيطه جبتها سلقتها 3 4 سلق 10 دقايق او ربع ساعه، وزي ما قلنا حطينا معاها ملح وفلفل كمون علشان الغازات، وحطينا كمان شويه لبن بودره او لبن سايل علشان ما يعمليش ريحه في المطبخ. وبعدين عملت ايه؟ جبت 250 جرام لحمه مفرومه، خلطتها مع بصلايه مفرومه بيضايه، 3 فصوص ثوم، معلقه بهارات مشكله، قرن فلفل حراق، حبايه فلفل رومي كبيره مفرومه، ملح وفلفل اسود وبقدونس مفروم، وحشيت بيهم القرنبيطه بين الوردات بالراحه من غير ما تتقطع. لفيتها بورقه زبده وورقه فويل ودخلتها الفرن اللحمه تستوي وهي تكمل سواها. بعد كده طلعت القرنبيطه ودهنتها بايه؟ معلقتين مايونيز مع معلقتين كاتشب، دهنتها كويس جدا ورشيت عليها جبنه موتزاريلا علشان يبقى طعمها الكاتشب مع المايونيز مع اللحمه مع الموتزاريلا طعم خرافي، مش عايزه اقول لكم ازاي. وفي نفس الوقت الصوص ده هيخلي الجبنه تلزق عليها. وبعدين لما بنقدمها اوريكم شكلها، بسم الله الرحمن الرحيم، بتبقى الحشوه من جوه باينه فيها. اهي يا ريت تجيب لنا طبق يا احمد عشان نحط فيه القرنبيطه، بس لما اطلعها اهي بسم الله الرحمن الرحيم بيبقى بصوا اللحمه بتبقى موجوده بين وردات القرنبيط اهي بسم الله الرحمن الرحيم. اللحمه بين وردات القرنبيط بتتقدم، طعمها حلو جدا وشكلها مختلف وطعمها مختلف، حاجه جديده للناس اللي بتحب القرنبيط. وبعدين حتى من جوه شوفوا شكلها
اوكي اهي شايف من جوه ازاي؟ اهي ايه رايك؟ حلو قوي مع طعم بقى الكاتشب والمايونيز والموتزاريلا طعمها فظيع. معانا مين؟ اماني. يا اماني السلام عليكم. يا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تسلمي ايدك حضرتك وايديك يا حبيبه قلبي. علي صوتك بس شويه. انا بعد اذنك انا عندي طفل عنده سنه ونص. ايوه ومش عارفه اكله ايه، معتمد اعتماد كلي على الرضاعه. اه انا كان عندي المشكله دي فاعمل ايه؟ انا لوحدي ومش عارفه اعمل ايه بصراحه. بصي اولا الرضاعه انت منظماها يعني عاملاها مثلا كل 3 ساعات ولا في اي وقت؟ لا لما هو بيطلب. ما هي دي مشكله دي. اصل انا بصي انا ابني الاولاني كان عندي نفس المشكله، انا عندي 4 ففي الاول انا برضو كنت محتاسه زي كده. انت تعملي ايه؟ لازم تنظميها. اول حاجه ابتدي اديله كل ساعتين، مش هينفع كل 3 ساعات، او كل ساعه اول كام يوم، بعد كده كل ساعتين، بعد كده كل 3 ساعات. لو طلب قبل الثلاث ساعات دي انسي خالص انك تديله. اول حاجه نظميها كل 3 ساعات. بعد ما تبتدي تنظميها ابتدي ابعدي والرضاعه، يعني دخلي له وجبه في اليوم، وجبه كفايه، لو هو اكل الوجبه دي خير وبركه. بس ما ينفعش برده ياكل الوجبه مره واحده، ما اجيش اديله طبق رز اروح حطه له اكله له، مش هينفع. هنبتدي نصبر، هي الاطفال عايزه صبر. ادخل الوجبه ازاي؟ ادخله معلقتين اول يوم، معلقتين. اهم حاجه تديها له فراخ مسلوقه، البروتينات، السمك. السمك مرتين في الاسبوع للاطفال، السمك مسلوق مش محمر، بيخلي معدلات ذكاء الاطفال تزيد. السمك مع زيت الزيتون، مش عايزه اقول لك يعني نقطه زيت الزيتون وهرسيله السمكه المسلوقه مرتين في الاسبوع بيزود بطريقه فظيعه من معدل ذكاء الاطفال. لازم تديهوله معلقتين الاول، لقمتين، مجرد انه يبتدي يتعود يدوق. ما هو ما تعودش يدوق فعمره ما هياكل معاكي، وما ينفعش ان انا اجيب طبق واديله مره واحده. ابتدي معلقتين، دخلي له الخضار، لو ما بيحبش الخضار دخليه فاكهه، ابشري الفاكهه لان هو كبير ما شاء الله سنه ونص مش لازم تتهرس، ابشري، ابشري التفاحه وهرسي الموزه معاها مع نقطه عصير برتقان، اديله معلقتين، شويه بشويه دخلي له الاكل، وجبه في اليوم، لو هو اكل وجبه في اليوم هيبقى كافي في الاول، اول شهر معاكي، بعد كده ابتدي دخلي وجبه ثانيه، لحد ما ياكل 3 وجبات في اليوم، لو انت دخلتي كل شهر وجبه كفايه جدا. وقللي بس الرضاعه قد ما تقدري لكل 3 ساعات، ولما يبتدي الاكل يدخل معاها يعني انت اديتي له مثلا الظهريه وجبه، ما تديلوش وجبه وتدي له رضاعه، لا يا زي دي ما ينفعش ترضعيه وتاكليه لانه مش هياكل. فبصي هو الموضوع احنا ممكن نتكلم فيه بعد كده اهو، وممكن اعمل لك كمان حلقه عن وجبات تنفع على الاطفال الصغيرين، بس هي المشكله ان انا بخاف اعمل الحاجات دي الناس تعترض. في وجبات كتير انت ممكن تديها له، بس زي ما قلت لك اهتمي جدا بالنسيله بتاعت صدر الفرخه اللي هي جوه الصدر، النسيله الرفيعه دي، دي سويها كويس جدا، تستوي تستوي تتهري، اهرسيها كويس قوي مع شويه بطاطس صغننين، حته كوسه صغيره افرميها وابتدي اديها له بطرف المعلقه، دوقيه شويه شويه. والسمك زي ما قلت لك المسلوق مهم جدا 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 للاطفال، لذكاء الاطفال. لازم ادخل زيوت، لازم ادخل دهون، الدهون الحيوانيه، مش كفايه لبنك، لان انت في القشره المخيه اللي بتاعت مخ الاطفال بتتكون من الاحماض الامينيه الموجوده في الدهون الحيوانيه اللي في الزبده وفي السمنه، بس بحاجه قليله قوي. مش هاجي احمر له الحاجه في السمنه واقول له تعالى كل يا بابا، لا ما ينفعش. مقدار بسيط جدا. انا ممكن في حلقه اكلمكم عن جسم الطفل، كل كيلو من وزن الطفل بيحتاج قد ايه من الاحماض الامينيه وبيحتاج قد ايه من الدهون، بس احنا عشان وقت الحلقه خلاص خلص معايا، بس وعد ان شاء الله الاسبوع الجاي او اللي بعده اعمل لك حلقه عن الاطفال قد ايه الطفل محتاج ياكل من اول ما يبتدوا ياكلوا لغايه مثلا 10 سنين عشان نعرف ناكل اولادنا ايه، عشان في ناس كتير برده بتشتكي مش عارفين يدوا اولادهم كميات الاكل ايه. فهنعمل حلقه عن كده ان شاء الله، تبقى حلقه الاطفال ونتكلم فيها عن كده. دي القرنبيطه المحشيه بتاعتنا، عملنا كوكيز الشوفان عباره عن 250 جرام دقيق، 60 جرام شوفان، 120 جرام جوز هند متحمص، و120 جرام سكر، 140 جرام زبده طريه، وقلنا الزبده لازم تبقى طريه، لا هي ناشفه حجر ما تدوبش، ولا هي سايحه يبطط معايا ويفرش البسكوت. بيضتين، معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره كربوناتو او بيكربونات الصودا او بيكنج صودا كلها واحد، ربع معلقه صغيره ملح، فانيليا، شوفان اغطي بيه الكوكيز، مش عايزه اغطيه بالشوفان، ممكن اغطيه بسكر مجروش، اخر حاجه الرز الكابلي، كوبايتين رز بسمتي مسلوق، هسلقهم في ميه مع معلقه بهارات، عود قرفه، ورقتين لورا، 3 حبات قرنفل، 4 فصوص حبهان. وهستعمل كيلو لحمه مكعبات او شرايح عريضه، لحمه ضاني او كندوز اللي انت عايزاه. هستعمل بصلتين كبار متقطعين شرايح، 6 فصوص ثوم،
ربع كوبايه ميه سخنه بدوب فيها لون الزعفران او زعفران او لون الاصفر اللي عندي، وطماطميتين مفرومين ناعم، اربع ورقات غار، عودين قرفه، معلقه صغيره قرفه مطحونه ناعم، معلقتين كبار قشر برتقان وشرايح برتقانه. خدي بالك ان طعم البرتقان ونكهته ده هو اللي بيميز الرز ده. معلقه صغيره من الحبهان مطحون ناعم، ومعلقتين كبار صلصه طماطم، معلقه صغيره زعفران قلناها، نص معلقه صغيره كركم، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره فلفل اسود، معلقتين صغيرين ملح، ربع كوبايه بقدونس مفروم ناعم، بطاطسيتين كبار مكعبات، وقرنين فلفل حراق، وربع كوبايه ماء كادي او ميه ورد. المي هو ماء الكادي ده شبه ميه الورد شويه بس مش ميه ورد، مختلف، هو بيستعمل في اكلات سعودي كتير. استعيد عنه بميه الورد مش ميه الزهر. احنا معانا وقت قد ايه يا عماد؟ دقيقه، يعني مفيش وقت ان احنا نتكلم على الشوفان. 40 ثانيه. يا رب تكون وصفات النهارده عجبتكم، ان شاء الله لينا حلقه بكره في وصفات جديده، وتابعونا بكره ان شاء الله هنكون الساعه 1. اشوفكم على خير.